دشن محافظ شبوة الشيخ عوض بن الوزير الأعمال الإنشائية لأول مشروع للطاقة الشمسية بالمحافظة، والتي تقام بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث يقام المشروع على مساحة إجمالية تقدر ب 600 ألف متر مربع مخصصة لتركيب حوالي 120 ألف لوح من مصفوفة ألواح منظومتها الشمسية المولدة ل 53 ميجاوات، إضافة إلى محطة لتخزين حصاد الطاقة وأخرى تحويلية.